بداية مشاهدينا راح تكون أخبارنا مع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اضطرت الممثلة مريم حسين إلى تكذيب مقاطع فيديو لها تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفت الأمر كله بالمفبرك إذ أظهرتها بعض اللقطات بينما كانت ترقص على أنغام الموسيقى، في حين أظهرتها لقطات أخرى وهي تهبط متمايلة على الدرج، في حين يعلق الصوت المصاحب بأنها كانت تملة وتترنح تأتى تأثير المسكر. وسارعت حسين بالتواصل مع صحيفة الرأي الكويتية لتوضيح حقيقة الأمر، وقالت إن الكلام الذي قيل بحقها كله عار عن الصحة فهي لم تكن ثملة كما تناقلت التعليقات، لأن الجميع يعرفون أخلاقها جيدا وهي بعيدة عن هذه الأمور. والفيديو الذي تم تناقله قبل أيام صور بعد انتهاء حفلة عيد ميلادها بحضور عائلتها وأصدقائها المقربين منها، وأضافت أنها لا تستغرب هذه الإشاعات لأنه قد يسبقها كلام مشابه عندما انتشر مقطع فيديو ظهرت فيه مع الفنان المصري حسن حسني. تحدثت الفنانة باسمة عن ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة، وقالت أنها طرحت أكثر من أغنية في الفترة الأخيرة بهدف التواجد وليس أكثر، لكن الأغنية الجديدة التي تحضرها مغايرة ومختلفة تماماً عن كل ما سبقها من أغاني، ولا شك أنها ستشكل عودة قوية لها لأنها تتوافق مع ذوقها، خصوصاً أنها أغنية راقصة. وتابعت أنها تحضر لعمل مع الفنان اللبناني غسان الرحباني، فالتحضيرات مستمرة وهي ليست وحدها بل سيكون إلى جانبها الفنان الياس وغسان الرحباني، كما تحضر لعمل آخر مع غيرهم. وأضافت عدا ذلك ما شاء الله الملحنون اللبنانيون أسعارهم عالية جداً، وبقى فيك تقولي مرحبا لحدا معلش ياخدونا بحلمون، كما وصفت يطلبون ثمن اللحن الواحد 25,000 دولار، لا يمكن الاقتراب من أي ملحن لبناني صف أول لأن أسعارهم فوق الريح. مشاهدينا، ماذا قال الناقد السينمائي مجدي الطيب عن مهرجان الإسكندرية؟ شوف سوا. الناقد السينمائي مجدي الطيب أن مهرجان الإسكندرية وصل إلى مرحلة النضج، إلا أن الطموح في التغيير تم بشكل سريع كان سبباً في حدوث بعض الأخطاء في الدورة الأخيرة من المهرجان. الدورة 30 يعني إحنا بنعتبر بأنه إذا كانت هناك مهرجانات بتتجاوز سن الطفولة وأخرى بتتجاوز سن الرشد، فأنا أتصور برضو أن مهرجان إسكندرية مفروض أنه هو تجاوز كل هذه المراحل الخطرة ودخل في مرحلة النضوج. ولكن الملاحظ بأنه قلة الخبرة بتأدي في لحظة من اللحظات إلى أن تتعثر إدارة المهرجان رغم النوايا الطيبة الكثيرة والطموح في التغيير، ولكن الطموح في التغيير هنا بنلاحظ بأنه بيتم بعجلة سريعة جدا، والعجلة السريعة دي بتؤدي في لحظة من اللحظات إلى أخطاء غير متوقعة، أخطاء ناتجة عن الخبرات القليلة وأخطاء ناتجة عن الاستغناء مرة واحدة عن الحرس القديم الذي يتصور البعض بأنه وجوده فيه إهانة للجيل الجديد، رغم أن أنا أعتقد بأنه المزج ما بين الشباب والرؤية الجديدة وما بين الحرس القديم كان مطلوبا للوصول بمهرجان الإسكندرية إلى درجة أفضل من التطور والنضج. قلة الخبرة دي بتؤدي في لحظة من اللحظات إلى أن تسود نظرية أن الاستعانة بالنجوم هي البروباغندا الحقيقية للمهرجان وهي الدعاية التي تصنع مهرجانا، وهذا غير صحيح على الإطلاق، لأن المهرجانات تقوم على شيئين أو عنصرين رئيسيين هما الأفلام ولجنة التحكيم. احنا هنا لو بصينا على لجان التحكيم هنكتشف بأنه لأول مرة في تاريخ المهرجانات قاطبة في 5 لجان تحكيم، أعتقد 5 لجان تحكيم دي لما حسبناها هنلاقيهم حوالي 24 عضو لجنة تحكيم، وبالتالي هذا العدد الكبير من غير الممكن وعلى الإطلاق أن يستطيع أو تستطيع إدارة مهرجان أن تختارهم بدقة شديدة جدا. ده أدى في لحظة من اللحظات إلا أن بعد لجان التحكيم بتضم أعضاء غير ذوي خبرة، أعضاء ليس لهم علاقة بمجال السينما، وبالتالي أنا شايف أن الكسرة الكثيرة جدا دي اللي موجودة أو الوفرة
الكثيرة اللي موجودة في مهرجان الإسكندرية عن طريق لجان التحكيم الخمس وعن طريق الأربعة وعشرين عضو لجنة التحكيم. أنا أعتقد أن ده كان شيء سلبي بدرجة كبيرة جدا وواضحة في هذا المهرجان. ملاحظ في هذه الدورة بين الاهتمام اهتمام عربي بدرجة كبيرة جدا وملحوظة، سواء في التكريمات، ودي على فكرة برضو ملحوظة غريبة جدا، ان احنا عندنا 8 تكريمات. الثمان تكريمات دول منهم 5 مخرجين ما بين عرب وما بين مصريين، وبالتالي انا شايف ان ده عدد كبير جدا بالنسبة لتكريم المخرجين العرب. يعني كيف تكرم 5 مخرجين في الوقت اللي انت لا كرمت كاتب السيناريو، ولا كرمت فنان مونتاج، ولا كرمت حتى ناقد سينمائي، ولا كرمت مدير تصوير سينمائي. انا اعتقد ان دي برضو كانت يعني لغز غريب جدا، ولا اعرف كيف فات على ادارة المهرجان انها تهتم بتنويع اعضاء المكرمين او قائمة المكرمين بحيث لا تقتصر فقط على مكرمين هم من المخرجين فقط. أما عن الأفلام فأنا أتصور بأنه المسابقة تضم عدد من الأفلام المهمة من أكثر من دولة، ولكن الاهتمام واضح حتى من بين النقاد بالأفلام العربية على وجه الخصوص، ودي يمكن الملحوظة الغريبة جدا وأول التي تؤكد بأن الأفلام العالمية ليست بالدرجة التي تشجع النقاد والصحفيين على الإقبال عليها، وبالتالي كان معظم إقبالهم على الأفلام العربية في هذه المسابقة. إلى كل من اشتروا أجهزة آيفون مؤخرا ستربحون صورة مجانية لي بين صور الهاتف. عدنا بعد الفاصل مشاهدين، يعني زين الوحن الواحد مو دائما يمسك الريموت. سئلت الفنانة العراقية شذى حسون عن سبب كتابتها عن الغيرة بكثافة عبر صفحاتها على انستغرام في الفترة الأخيرة، فأرجعت الأمر إلى أن فيه أشخاص يستخدمون أسماء وهمية ويوجهون إليها الشتائم، مؤكدة على ذلك بالقضية التي رفعتها ضد فتاة كويتية تمتلك صفحة على انستغرام وتقوم من خلالها بنشر أخبار وآراء تتعلق بالفنانين. وقد ركزت على شذى طوال الفترة الماضية وأخذت تنشر صورا تمس كرامتها بشكل خاص. بعد أن اشتعلت الاتهامات بين المنتج محمد مختار وزوجته السابقة الفنانة رانيا يوسف، قال محمد مختار بأنه لم يتحدث عن طبيعة إقامة ابنتيه مع والدتهما. طريقته الفنانة رانيا يوسف خاصة أنه يؤمن بأن رانيا أم جيدة، وأضاف بأنه لم يطلب حضانة ابنتيه أو إقامتهما في مكان مستقل بعيد عن منزل رانيا وزوجها، مشيرا إلى أن رانيا تدرك من البداية أنه لا يجب إقامتهما مع زوجها لكبرهما في العمر، وهو ما تم بالفعل، حيث يتواجد زوجها في الزمالك بينما تقيم هي مع ابنتيها في منطقة 6 أكتوبر أو كما يتعرف عليه في مصر 6 أكتوبر. على الجانب الآخر قالت الفنانة رانيا يوسف أنها قررت الامتناع عن الحديث حول علاقتها بطليقها في وسائل الإعلام، مؤكدة على أنها منشغلة بالفترة الحالية بأعمالها الفنية الجديدة. هل تستخدم جينيفر غارنر مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما هي الصور التي نشرها جو مانجانييلو على تويتر؟ كيتي بيري تسخر من الآيفون 6. تلعب الممثلة جينيفر غارنر دور البطولة في الفيلم Men, Women and Children الذي يتحدث عن أثر التكنولوجيا في حياة الناس العاطفية، لكن النجمة تعترف بأنها لا تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كثيراً، وتقول إنها على الرغم من امتلاكها صفحة على فيسبوك إلا أنها لا تستخدم تويتر أو إنستغرام. وعندما سئلت عن هذا القرار قالت جينيفر إنها اتخذته لسببين: إنها لا تريد أن تشعر بالذنب لكثرة استخدامها الهاتف أو الحاسوب، والثاني هو تساؤلها ماذا لديها ليراه الناس عبر إنستغرام. لاعب كمال الأجسام والممثل جو مانجانييلو نشر عبر تويتر صورة له متعرقاً أثناء ممارسته التمارين الرياضية الأسبوع الماضي تحضيراً لعودته لدور الراقص في الجزء الجديد من ماجيك مايك XXL. من المفترض أن يبدأ عرض الفيلم شهر يوليو المقبل، ومع نجمات جميلات مثل أمبر هيرد وجيدا بينكيت سميث في الفيلم، من الأفضل لجو أن يستمر برفع الأثقال. سخرت كيتي بيري من يوتيوب عبر تويتر مؤخراً.
بعد الجدل الدائر حول إجبار الناس على شراء ألبومهم الجديد عبر آيفون، شاركت مغنية دارك هورس المعجبين دعابة صغيرة وكتبت: إلى كل من اشتروا أجهزة آيفون مؤخراً، ستربحون صورة مجانية لي بين صور الهاتف. بصراحة يبدو هذا أفضل من ألبوم يوتيو. مشاهدينا، لماذا هذه الانتفاضة على الفيلم الفلسطيني فيلا توما؟ تابع سوا. سيطرت أزمة الفيلم الفلسطيني فيلا توما للمخرجة سهى عراف وهي من عرب 1948 على حفل ختام الدورة 30 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، حيث فشلت المحاولات في الحصول على موافقة بعرضه، ولم تتمكن المخرجة من الحصول على تصريح دخول للأراضي المصرية رغم حضور بطلة الفيلم نسرين فعور. وحاول القائمون على المهرجان إيجاد طرق لتمريره دون أزمة، ولكن المخاوف حالت دون ذلك، وتردد بأن النسخة التي وصلت إلى المهرجان لم تكن صالحة للعرض، وأن هناك نسخة DVD ويحتاج عرضها إلى موافقة من المخرجة أو رسالة مكتوبة من الشركة المنتجة للفيلم. كاميرا روتانا التقت بطلة الفيلم للحديث معها عن أزمة منع عرض فيلمها. إحنا عم نحكي عن فيلم فلسطيني، عم نحكي عن ثلاث نساء جميلات من كبار المبدعات الفلسطينيات، مع مخرجة أفلام صح الشريط الأول لها، بس عندها كاتبة سيناريو معروفة جدا اللي قدمت طرح آخر اللي بكسر النمطية للصورة الفلسطينية، نقول اللي احنا يعني معروفة أو مألوفة في العالم العربي أو في العالم أوسع. بصراحة يعني لحد اليوم أنا الجواب اللي أنا باخده هو إنه الفيلم محجوز بالجمارك المصرية في المطار، وبالنسبة لي يعني دايما كنت في أمل أنه نقدر نحرر الفيلم ونقدر نعرضه، بالذات ما هو بس مجرد تابع للفيلم نفسه إنما للقضية الأوسع والأشمل. حزينة جدا أنه ما نعرض، وحزينة جدا أنه ما وصل، والنسخة اللي موجودة هون هي مش جاهزة للعرض أبدا أنه ينعرض، فيعني خسارة وحزن كتير كبير. بس يعني كتير حبيت موقف المهرجان إنه كان يعني متعاطف كليا ومصر لآخر لحظة إنه ينعرض رغم كل الانتقادات أو الطروحات اللي رافقت الفيلم من تأييد ومن طبعا استئصال حتى لهويته، وهذا الشيء اللي أنا كتير حاولت إنه أشتغل عليه يعني بين اللوبي بين أصحاب بجلسات أعداء. يعني أنا بحس وجودي كان في المهرجان أعطاني إنجاز كتير كبير. أقول لك بصراحة أنا مش كتير دخلت مهرجانات عربية، كان في تواجد أكتر في قرطاج في أيام قرطاج السينمائية والمسرحية، لأن أنا كمان ممثلة مسرح ومخرجة مسرح، فكان لي الوجود الحقيقي بالنسبة لي هو في القاهرة 2010، وهناك كان في اعتراف اللي هو بالنسبة لي مهم جدا وتابع لقضيتي ولطرح قضيتي كفلسطينية بتعيش داخل أراضي 48، وهاي هي كانت المواجهة الأولى مع العالم العربي بصدد هاي القضية واللي أنا ملتزمة جدا فيها. بعدين زرت دبي، هناك كانت المفاجأة بالنسبة لي، يعني تاريخ يسجل لصالحي ولصالح يعني مسيرتي المهنية، وبدبي حصلت على أفضل ممثلة. يعني أنا اليوم كتير فخورة في أني أكون كمان في الإسكندرية، هي تابع للمسار اللي أنا بتمنى دائما أن أنا أتواصل معه وبالذات مع العالم العربي. أنا بواجه الأمر أني صعوبة الوجود في العالم العربي، يعني صار لي أسهل أني أكون أنا في أوروبا أكثر من أني أكون في العالم العربي لقضية تابعة يعني لكل، يعني إن كانت بالسينما إن كان في المسرح، فيعني وجودنا كتير مهم في هاي الأماكن، ودائما بكون جدا محظوظة أني أنا ألتقي مع كتير من الإعلاميين ومن أصدقاء في مهرجانات عالمية عربية. يعني أتمنى أني أقدر أوصل للرباط، أقدر أصل لكل مطرح في العالم العربي. فاصل لا
لابد من أنها نزعة، لأن لورد مغنية رويالز وضعت أيضا صورة لنفسها تعمل متأخرة في مشروع لا عنوان له بعد. وقف مشاهدينا مع الأخبار المتفرقة. Are you Jed King? Yes. I'm Rose Jordan. This is your place, then? My dad's. It's beautiful. How do you know? I know. You sing about God in your songs. I sing about things that I'm passionate about. Like Rose. You know, sometimes I think about letting it go. Music. That way I can live right. And if I did sing, it'd only be because I had something to say. Marry me. في فيلم The Song نرى مغنياً ومؤلفاً يعاني من حياته وزواجه بعد أن أوصلته الأغنية التي ألفها لزوجته إلى النجومية، ما جعل الأشياء صعبة حقاً بالنسبة إليه. I'm proud of you. So now what? Enjoy it. Have you heard of Shelby Bell? She's your new opener. First time I heard your music, I thought, this is it. This guy really gets it. Dan added Shelby Bell to the tour. We book a lot more shows and make a lot more money. Do you need more money? More fans? That moment you felt wanted, it's a good feeling, isn't it? I'm just trying to help you. Something is wrong. Rose. ترقب إصدار فيلم The Song في دور العرض قريباً. آدم لوفين مغني فرقة مارون 5 وزوجته وضعا مؤخرا صورة لنفسيهما ويغطيهما دم مزيف بعد تصوير أغنية الفرقة الأحدث بعنوان Animals. دخل لوفين عالم التمثيل مؤخرا في فيلم Begin Again، ويبدو أن الفيلم أثر بزوجته. ريس ويذرسبون كانت تجوب مهرجانات الأفلام لترويج فيلمها الجديد وايلد. الممثلة الحائزة على الأوسكار وضعت صورة جميلة لنفسها من مهرجان تيل يو رايد للأفلام مع التعليق: أشكر جميع من حضروا لمشاهدة هاشتاغ وايلد موفي، أشكر دعمكم وروعتكم، وختمت التعليق بهاشتاغ grateful. وأخيرا فاجأت بريتني سبيرز هذا الأسبوع معجبيها بعد أن وضعت على إنستغرام صورة لنفسها في الاستوديو أمام الميكروفون، على الرغم من أن المغنية الشقراء لم تحدد ما كانت تفعله. من المعتقد أن إنها تسجل ألبومها التاسع وهو ملحق بألبوم العام الماضي بعنوان بريتني جين. لابد من أنها نزعة، لأن لورد مغنية رويالز وضعت أيضا صورة لنفسها تعمل متأخرة في مشروع لا عنوان له بعد، لعلها الأغنية التي ستكون لفيلم The Hunger Games Mockingjay Part 1. وإلى الممثل الذي اختاره المخرج أوليفر ستون لتأدية دور الموظف السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الفار إدوارد سنودن. تمنى. يبدو أن المخرج أوليفر ستون قد وضع نصب عينيه جوزيف جوردون ليفيت ليلعب دور إدوارد سنودن في فيلمه الجديد The Snowden Files عن مسرب المعلومات الذي سرب أسرارا استخباراتية للحكومة عبر الإنترنت. سيخرج ستون الفيلم بعد أن تمكن من الحصول على حقوق كتاب Time of the Octopus بقلم محامي سنودن، ويبدو أن هذا الكتاب دقيق جدا في وصف الأحداث التي وقعت بعد نشر التسريبات. أصبح جوردون ليفيت مؤخراً واحداً من أكثر نجوم هوليوود تنوعاً، فلديه القدرة على التأقلم مع الأدوار بسرعة وفقاً لنمط الأفلام التي يعمل فيها. كان أحدث أدواره في فيلم Sin City A Dame to Kill For، ويعمل حالياً في فيلم عن عطلة العيد مع خفيف الظل سيث روغن وأنتوني ماكي، بالإضافة إلى إنهائه تصوير فيلم سيرة ذاتية عن فيليب بيتي الذي عبر البرجين التوأمين. إذا اتفق أوليفر وجوزيف، من المتوقع أن يبدأ التصوير بنهاية هذا العام أو في الربع الأول من عام 2015. أكدت الفنانة هيفاء وهبي أنها لا تضع أي شروط للتصالح مع الفنانة إليسا بعدما أعلنت الحرب الكلامية مؤخراً عبر البرامج التلفزيونية. وكانت الخلافات تجددت بين هيفاء وإليسا في بداية مارس 2014 بعد سنوات من الهدنة، وذلك بعدما صرحت إليسا أن زميلتها ذكية وحققت شهرتها من ولا شيء. فردت عليها هيفاء قائلة: على الأقل لست ملكة النشاز، فأنا ملكة جمال الكون، وإليسا عليها أن تشكر ربها أنها صارت شيء من ولا شيء.
أما فيما يتعلق بعلاقة هيفاء بأصالة فتردت الأخبار أنها رفضت حضور حفلة زفاف شام ابنة أصالة بعد أن وصفتها بأن صوت هيفاء نشز، لكن أرجعت هيفاء عدم حضورها حفلة الزفاف إلى أنها بلغت بموعد متأخر، ما يعني أن الباب مفتوح للصلح بين هيفاء وإليسا ومغلق بين هيفاء وأصالة، يعني بواب مسكر وباب مفتوح. هذه كانت حلقتنا اليوم من عربود، نلتقيكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة وأخبار جديدة فقط في عربود، نراكم بكرة.